تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجلميم أبحاثها في الجريمة المروعة التي هزت أمس حي القدس بالمدينة ذاتها، بعدما أجهز زوج على زوجته بسكين قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. الزوج وهو جندي متقاعد، وحسب مصادر محلية قام بذبح زوجته الأربعينية من الرقبة وبواسطة سكين من الحجم الكبير أمام أعين أطفالها. الأطفال أخذوا يصرخون من هول الفاجعة، في حين أحكم والدهم إغلاق الباب وفر وتركهم ينظرون إلى جثة والدتهم المدرجة في دمائها بعدما ذبحها مثلما تذبح الذبيحة. الجيران وحسب مصادرنا سمعوا صراخ الأطفال وهرولوا قبل أن يصعقوا بما رأوه ويقوموا بإخبار الشرطة. بمجرد توصلها بإخبارية حول هذه الجريمة، حلت الشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية ورجال السلطة بعين المكان، حيث لا يزال مسرح الجريمة مطوقا بعد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة. جثة الزوجة جرى نقلها إلى مستودع الأموات قبل إخضاعها للتشريح الطبي، وتعتبر هذه الجريمة حسب مصادرنا هي الأولى من نوعها بمدينة جلميم، حيث لم تسجل قط حالة مماثلة متعلقة بقتل زوج لزوجته. وتطل في هذه الواقعة فرضية الخيانة الزوجية، في الوقت الذي أوضحت مصادرنا أن الزوجة وزوجته كان على خلاف ساخن ووصل بهما إلى طريق مسدود، ولم يكن أمامهما من خيار سوى اتباع مسطرة الطلاق. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.